فاحنا معانا حسن تاني، بس حسن يعني حسن هو حسن فعلا، وفنان قدير، فنان كبير، اسم له تاريخ، الفنان القدير حسن يوسف. يا اهلا وسهلا. مساء الخير يا استاذ حسن. يا حبيبي. يا حبيبي ازيك؟ يا اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ انا لازم ادخل على قناه الاهلي عشان اشوفك واتكلم معاك. ربنا يخلي حضرتك. ازي حضرتك؟ اولا انا ليا اعتراض على كلامك. انهي بالظبط؟ مفيش حد يشار ليه بالبنان الا انت. ربنا يخلي حضرتك، ده من ذوق حضرتك يا فندم. انت بس اللي يشار ليك بالبنان، وانت الحاج جامد قوي ما شاء الله. ربنا يخلي حضرتك، من ذوق حضرتك والله. والله العظيم ده انت انسان جميل، وانت يعني اقول ايه عليك، ما شاء الله عبقري. ربنا يخلي حضرتك. كفايه كمان اخلاقك وتواضعك. ربنا يخلي حضرتك، من ذوقك والله. رعايتك للفقراء اللي بيبقى شفتهم بعيني والله. ربنا يخلي حضرتك. باب الشقه لغايه باب العماره تحت. ربنا يخلي حضرتك، يديك الصحه. ربنا يديك الصحه والعافيه وطول العمر. والله يعني بما ان احنا بما انه حسن بما انا على التليفون، عايز اقول انه هو قد ايه اسعد اجيال واجيال. طبعا. وقد ايه الافلام بتاعت الابيض واسود كل الناس بتشغلها الى يومنا هذا، والاجيال المتواصله حتى الاجيال الصغيره بقت دلوقتي من عشاق الابيض واسود لما يشوفوا حسن يوسف طالع. انا مش عايز اتكلم واقطع كلام الفنان الكبير. مساء الخير يا استاذ حسن، انا ايمن بدره مع حضرتك. حازم اتفضل. ماشي. الابيض واسود دي عشان كده كشفت سن حضرتك، ابتديته عندك 5 سنين يا فندم من لفه. لا يا فندم، حضرتك ابتديت من لفه يا فندم. مساء الخير يا استاذ حسن، انا ايمن بدره مع حضرتك اللي بقدم البرنامج. يا حبيبي اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا طبعا ما كنتش عايز يعني اتدخل، لان كلام حضرتك احنا مشتاقين ان احنا نسمع صوت حضرتك ونسمع كلامك. الراجل الجميل اللي قدامك ده، ايوه انا سعدت بعيني كويسه الحمد لله. الحمد لله. اعمل النار توجعني عشان اشوفه. يعني يقول لي في ايه؟ مفيش حاجه. اقول له لا انا عارف ان مفيش حاجه، انت وحشتني عايز اشوفك. هو كمان بيحب يكحل عيونه برؤيه حضرتك اكيد يعني. لا، وكلنا الحقيقه يعني. انت يمكن حضرتك ما تعرفش المعلومه، ان انا بقول لك ان الناس ما شاء الله ربنا يجزيه خير، من مكتب جوه في العياده لغايه باب الاماره تحت، والله هو في رابع دور. طبعا. كل دول ما شاء الله، ده اللي يشوفه يقدر الدكتور ده بيغرف فلوس. اتاري كل دول مجانا، وعامل يعالجهم مجانا، الناس بيعالجهم مجانا، وبعدين بيسافر كل مده الهند اللي هي الدول الفقيره اللي ما عندهمش اطباء اكفاء، يعني يسافر الهند، يسافر افريقيا، يعمل عمليات مجانا، والطيران رايح جاي والكل على حسابه. علشان كده هو عنده رصيد كبير من محبة الناس يا أستاذ حسن. نادرا ما تعثر على حد زي حازم ياسين. صحيح. وعشان كده هو عنده رصيد من محبة الناس كده زي حضرتك. جدا. ويعني أنا بس عايز حضرتك اتعرفت على الدكتور حازم إزاي، ويعني إيه أهم ذكريات أو أهم مواقف يعني حضرتك بتفتكرها له؟ وشوف يا حبيبي، هو ابن عمه دكتور أيمن القداح. أيوة. صديقي وطبيبي. طبيب القلب الشهير طبعا. ايوه. وبعدين بقول له يا دكتور انا يعني اي كده مش مطمن لها اليومين دول. قال لي طب هبعتك لابن عمي او ابن عمتي مش عارف، دكتور حازم ياسين في نشر شهاب قدام العنوان. فرحت له لما دخل عليا لقيته شاب صغير ما شاء الله. قلت له بعت لي المساعد بتاعه ولا ايه؟ اه. حضرتك الدكتور حازم؟ قال لي اه والله. تحب تشوف البطاقه؟ قلت له لا ما شاء الله، يعني انا متصور بقى حابس بروفيسور كبير، يعني لازم يبقى راجل كبير في السن، فما شاء الله عليك الله اكبر يعني. وحبيته يعني، هو اما تشوفه لازم تحبه من اول لقاء وترتبط بيه وتطمن له، وده شيء مهم جدا في الطبيب. صحيح. انك تطمن له. صحيح. وبعدين هو قال لي طبعا انا هقول لك انت لازم تركب عدسات وحاجات كده، فمن كثره ما انا قلت له انت على طول. اه والله. وهو ده يقول لي مين ابقى يمين شمال ابقى شمال، ده الاطمئنان مهم قوي انك تطمن للطبيب والطبيب يحبك. هو اداني الاثنين دول، هو حبني زي ما حبيته واداني الاطمئنان، وده مهم جدا في الانواع الجميل. وعنده صبر ايوب ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما يزهقش منك، خد وقتك زي ما انت عاوز.
حضرتك مفيش حد يقدر يزهق من حضرتك. أقول فعلا والله ليس مجاملة، نادرا ما تجد شخصية زي هذا الرجل في علمه وفي تواضعه وفي أخلاقه. طبعا يعني ده يعني حضرتك بتقول حقيقة في رجل فعلا له يعني مكانة إنسانية كبيرة في قلوب ناس كتير. ويكفي شهادة حضرتك طبعا الأستاذ القدير والفنان الكبير الأستاذ حسن يوسف، دي يعني شهادة أكيد احنا كلنا بنعتز بيها. لكن ايه رأي حضرتك بقى في الوسط الرياضي دلوقتي يا أستاذ حسن، واحنا عارفين حضرتك ارتباطك بالرياضة ومحبتك للرياضة والرياضيين، وياما انا شفت حضرتك بتشجع المنتخب، وطبعا يعني طبعا انا عارف محبتك لنادي الزمالك، واحنا هنا في قناة الاهلي بكل روح رياضية بنرحب بكل يعني اخواتنا الزملكاوية المحترمين. فايه رأي حضرتك في الوسط الرياضي الان؟ والله محمود الخطيب حبيبي واخويا وبحبه جدا، وبعدين انا على زملكاوي من زمان ايام ما كان في لعيبه، كان حسن شحاته وفاروق جعفر واحمد رفعت الناس الحاجبين دول، انا قلبت خلاص بقيت اتفرج على 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 المنتخب. وارتباطي بالاهلاويه ياتي من ان انا صورت فيلم اسمه شياطين الكوره في النادي الاهلي، ومن يومها انا اما احب اقعد في جنينه نادي ما اروحش غير النادي الاهلي، عمري ما قعدت في حديقه نادي غير النادي الاهلي. مرحبا بك في النادي الاهلي. واللعيبه كلهم حبايبي واصحابي، وعلى راسهم طبعا الخطيب وعادل هيكل الله يرحمه. الله يرحمه. وكان من اول صالح سليم بقى. صالح سليم ده كان صديق وزميل وزميل في الفن يعني. طبعا طبعا. وبعدين مشيت بعد كده الاجيال بقى اللي هي على رأسها الخطيب وطاهر ابو زيد ومصطفى يونس ومصطفى عبده، لان مصطفى عبده نسيبي واخد بنت خالد شمس. ما شاء الله. فانا بحب اللعيبه باختصار كده، بحب الكوره الحلوه بحب اللعيب الحلو. تمام، واحنا كمان بنحب حضرتك واسعدتنا جدا جدا بمداخلتك وشرفتنا. الدكتور بقى ان انا هنا راجعني وعايز اشوفه. تمام خلاص، واحنا هنجيبه على طول في قناه الاهلي ما دام حضرتك بتشرفنا. بتدعي ان انا هنا راجعني عشان اشوفه. ربنا يخلي حضرتك. منورنا يا استاذ حسن، اتشرفنا بحضرتك جدا جدا. ربنا يخليك وشوفتك بخير يعني. وسعدنا بحضرتك على قناه الاهلي، وان شاء الله دايما تشرفنا، ومنتظرين حضرتك في الاهلي يحاور في حلقه تكون يعني نجمنا الكبير فيها ان شاء الله. تحت امرك تحت امرك. ان شاء الله. متشكرين يا استاذ حسن، متشكرين لحضرتك. أظن ما فيش يعني أجمل من الفنان الكبير حسن يوسف. هو عنوان العظمة والبساطة والسهل الممتنع. صحيح. وأصله كمان مرتبط بشخصية الشاب دمه خفيف خفيف الظل طبعا. وبعدين على المستوى الإنساني بقى لما تتعامل معاه في منتهى البساطة ومسلم امره لله، ويا جميل يعني الحقيقه بصراحه ربنا من الشخصيات. يعني هو ذكر دكتور ايمن قداح ده ابن خالي واستاذ القلب في القصر العيني، فهو كان السبب فعلا في ان انا اتعرفت على الفنان حسن يوسف، وانا بشكره على الهديه دي، لانه يعني الحقيقه اتشرفت بان انا يعني اصبح استاذ حسن يوسف ده من ضمن المفضلين بالنسبه لي يعني.